مع اقتراب بدء معركة تحرير الموصل، كشف القيادي في كتائب المقاومة في الموصل أبو يونس أنهم على ثقة بأن كل الأهالي سينتفضون على داعش الذي بات يعرف ذلك. كل أفراده إما فارون أو مختفون، لا يظهرون إلا بالليل. كما أوضح أبو يونس في حديث خاص لأخبار الآن أن أفراد ما يسمى بالحسبة منتشرون دائما من أجل جمع النقود بأي شكل، ومعظم ضرائبهم نقدية، كاشفا للمرة الأولى الأعداد التقريبية لأفراد داعش الذين بقوا داخل الموصل. مع تقدم القوات الأمنية العراقية بالتأكيد الكل سينتفض على داعش. داعش الآن بدأت بالتضييق على المواطنين. الحسبة لم تعد متواجدة فقط في داخل الأسواق المركزية مثل شارع النجفي أو السرجخانة أو الدواسة، إنما انتقلت حتى إلى المناطق السكنية من أجل فقطع وصولات غرامات على المواطنين، إما يعني مثلا اللي لحيته مع اللي كان خفف لحيته أو اللي بنطرونه ما قصير يفرضون غرامات فورية، وأيضا تحولوا إلى محاولة تبديل لوحات السيارات. لوحات السيارات فرضوا مبلغ 100,000 دينار عراقي ما يعادل 80 دولار على كل من يمتلك سيارة، استبدال الرقم من الرقم الحكومي الرسمي إلى رقم يحمل اسم داعش وولاية نينوى. والكل يعرف أنه هناك الآلاف من السيارات اللي موجودة داخل مدينة الموصل. هذا الإجراء داعش بدأ يطبقه بعد ما خسر كثير من مصادر التمويل، وتحديدا بعد ما خسر القيارة. والكل يعرف انه مصفى القيارة متواجد هناك، فبدأ يبحث عن اي ثغرة او اي طريقة لسد العجز المالي. وضع داعش حاليا متخلخل، وداعش تعيش حالة تخبط كبيرة. كثير من قيادات داعش مع عوائلهم تركوا مدينة الموصل واتجهوا إلى سوريا حيث مدينة الرقة، قاموا تغيير منازلهم. الأعداد ليست مثل ما دخلوا أول مرة بأعداد كبيرة أو التحاق الخلايا النائمة فيهم. تقديراتنا أنه أعداد داعش ما بين 3500 إلى 6000 مقاتل، لكن بروح انهزامية وبتخبط. داعش ينتشر في الليل ويختفي. مقرات داعش قبل كانت تحتوي على العشرات من المنتمين إلى داعش، الآن ما يتجاوز العدد من 2 إلى 4 أشخاص فقط.